السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا اخوان، بخصوص اسم المهدي، طبعا الكل ينتظر الامام المهدي باسم محمد، سواء كان محمد بن عبد الله او محمد بن الحسن العسكري، يعني سنة او شيعة، ولكن في الاول وفي الاخر كلهم مستنينه باسم محمد. طيب انتوا عارفين ليه يعني الانتظار باسم محمد؟ بسبب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا تنقض الدنيا ولا تنتهي حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي واطئ اسمه باسمي. ففسروا معنى التواطؤ ان هو التطابق، فاتفقوا ان الاسم محمد ولكن اختلفوا في اسم الاب. طيب يعني لا اله الا الله، الغريب انه في كافة معاجم اللغة العربية، ولو سألنا كافة دكاترة اللغة العربية وأساتذة اللغة العربية عن معنى التواطؤ، يعني لن يقولوا أنه تطابق، سيقولوا التوافق، يعني معروفة. طيب بمعنى إيش التوافق؟ نعطي مثال، يعني مثلا تواطؤت الدول الغربية على بلدان المسلمين، هل معناها أنهم تطابقوا عليها ولا توافقوا فيما بينهم ضد بلدان المسلمين؟ كذلك لو قلنا تواطأ أحمد ومحمد على علي، هل معناها أنهم تطابقوا أم أنهم توافقوا بالمكر ضد علي؟ كذلك لو قلنا على سبيل المثال، يعني ليس شرط أنه يكون في الشر، يعني مثلا تواطأ أحمد وعثمان على الذهاب إلى يثرب، تمام؟ هنا معنى التواطؤ. طيب لكن ممكن واحد يختلف معايا بخصوص يعني اللغة العربية ولا ويمين ويسار. طيب نرجع إلى كتاب الله القرآن العظيم الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اللغة العربية محفوظة بحفظ الكتاب، بحفظ القرآن العظيم، هو الأصل وليس العكس، تمام؟ طيب هل في آية توضح معنى التواطؤ من كتاب الله القرآن العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرون. إن الله يتكلم على أعياد الكفر، نسيء الكفر في الأشهر، لتتوافق أعياد الكفر مع الأشهر الحرم في دين الله عند المسلمين. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، تمام، ليوافقوا الأشهر الحرم التي حرم الله. فهنا يكمن معنى التواطؤ وهو التوافق. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث اللي كان السبب في تسمية الإمام المهدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي أنه يواطئ اسمه عليه الصلاة والسلام، يعني اسم المهدي يواطئ اسم محمد رسول الله بمعنى يوافقه. فجاء اسم المهدي الحق ناصر محمد، وافق الاسم اسم الرسول، بمعنى واسمه صفته ناصر محمد، أي أنه ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لأن الله يبعث الإمام المهدي ليعيد الناس إلى منهاج النبوة الأولى. فإحنا لا ننتظر الإمام المهدي لا نبيا ولا رسولا، بل ننتظره ناصر لمحمد، ولن يحاجنا إلا بهذا الكتاب القرآن العظيم بآيات محكمات هن أم الكتاب، وبأحاديث رسول الله التي لا تدخلها مع محكم الكتاب. طيب هل انتهت الحجة هنا؟ يعني أيقنا أنه اسم الإمام المهدي ناصر محمد، أي واحد يطلع يقول أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إذن هو الحق؟ لا، في مليون واحد اسمه ناصر محمد اليماني. طيب أين الحجة؟ الحجة هي في بسطة العلم، ولو كانت الحجة بالاسم لكان للنصارى حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء على لسان عيسى بن مريم رسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاء محمد رسول الله جاء باسم محمد، فكيف يعلم الناس أن محمد هو أحمد إلا الذين استمعوا القول من قبل أن يحكموا، فعلموا أن هذا الكتاب ينطق بالحق في أكثر الذي هم فيه مختلفون، وأنه حق من رب العالمين، فعلموا أن محمد هو أحمد عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن قضية اسم الإمام ناصر محمد اليماني وبعض المشككين في أمر الدعوة بيقولوا إن اسم الإمام ليس مطابق لما هم عليه، يعني سواء من أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون أن اسم الإمام سيكون محمد بن عبد الله، وبالنسبة لأهل الشيعة هم يعتقدون أن اسم المهدي محمد الحسن العسكري، وكل منهم منتظر مهدي يظهر من وسطهم أو مما هم عليه. النقطة اللي محتاجين نطرحها في البداية هو إن هيبعث المهدي، وفي أحاديث كتير جدا بتتكلم عن وقت بعث المهدي، هيبعث في وقت هيكون فيه اختلاف بين العلماء وبين الأمة يعني، وهو المفروض إن هو مهمته إن هو هيوحد الصفوف بإذن الله وهيحكم في الأرض وهكذا. فلو العلماء كل حد فيهم او كل فئه منهم منتظره المهدي يخرج من وسطها، فده معناه ان هم الفرقه الناجيه فعلا وان هم مش على ضلال، فكيف هيبعث المهدي وسطهم؟ يعني دي نقطه للتدبر. ثانيا، بخصوص الاسم بالنسبه لاهل السنه والجماعه، محمد بن عبد الله هم يستندون على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يواطئ اسمه اسمي. فلفظ المواطأة ظن علمائنا، والأمر يعني بدأ ياخد شكل التواتر أكتر من إن هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مبدئيا هو الحديث صحيح، في نسبة إدراج في الجزئية بتاعت واسم أبيه اسم أبي، ده إدراج أو زائد عن الحديث، ولكن لفظ يواطئ اسمه اسمي هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمائنا اعتقدوا أن المواطأة هي مطابقة الشيء لنفسه، ومن هنا بدأوا يعتقدون أو بدأوا يتصورون أن المهدي المنتظر لابد أن يكون اسمه محمد بن عبد الله. في معجم اللغة العربية لفظ التواطؤ، لو أي حد دخل على جوجل ودخل على المعجم وشاف لفظ التواطؤ في اللغة العربية هيلاقي أن المواطأة هي الموافقة وليست المطابقة، فالشيء يطابق نفسه ولا يواطئ نفسه. وهنلاقي حتى في المعجم بعد المعنى بتاع لفظ التواطؤ هنلاقي فيه أمثلة مضروبة أكتر من مثل تقدروا تطلعوا عليهم. المثل من ضمنهم: تواطأ محمد مع أحمد على قتل فلان مثلا. فما ينفعش نقول تواطأ محمد ومحمد اللي هو نفسه على قتل فلان، لا، هو بيتواطأ شخص مع شيء آخر، يعني بالتواطؤ بيكون شيء مع شيء، هو في توافق بينهم في نقطة ولكن هما مش مطابقين لبعض. ده بخصوص لفظ التواطؤ. يعني معظم العلماء بتوع عصرنا للأسف لما تيجي تطرح معاهم أمور دينية أو تتكلم معاهم في الدين يقولك أنت ما درستش لغة عربية، أنت ما درستش علم فقه، أنت وهكذا. ولكن الفكرة إن هم يعني محدش فكر يدخل يشوف معنى التواطؤ إيه، أو يتدبر أو يغوص شوية في المسألة دي فيوصل للحق. اتبعوا الموضوع اتباع أعمى عن آبائنا وعن السابقون الأولون، وبدأنا نتبع وهو ده اللي احنا لقينا عليه آباؤنا الأولون. يعني طبعا الكلام ده عكس اللي ربنا أمرنا بيه في القرآن. وفي فئة في النار بتقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلازم نتدبر ولازم نحكم عقولنا في المسائل اللي زي كده. في كمان آيات قرآنية يعني هي ليها حكمة إلهية مذكورة في القرآن عشان ربنا يعلمنا منها إن الحجة ليست في الاسم، وهي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، كما علمنا من آيات القرآن يعني. فلو بنفس المنطلق بتاعنا النهاردة أو بنفس النمط اللي احنا ماشيين عليه، لو كان محمد بعث في وسطينا كنا هنقول لا، احنا مستنيين أحمد، مش عايزينك، انت محمد اسمك مخالف، انت لست على شيء وانت مش الرسول الحق اللي احنا منتظرينه. اعتقد في فئة من قوم محمد او من القوم في عصره يعني قالوا نفس الكلام دوت، ومع ذلك هو يعني اللي سمع الدعوة واللي سمع القرآن اهتدى لان هو الحق والهدى من عند الله. فالمختصر يعني في الموضوع هو ان لا حكم الا بعد الاطلاع وبعد التدبر وبعد سؤال الله الهداية بحق من القلب والإنابة إلى الله حتى ينير الله قلوبنا ويرزقنا البصيرة ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. فدي كانت المسائل اللي تتعلق بشبهات الاسم. يا رب نكون قدرنا نوضح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لقضية الاسم للإمام المهدي المنتظر، فقد تكرر هذا السؤال كثيرا، إذ يسأل الجميع ما هو سيكون اسم المهدي المنتظر؟ والجواب تجدونه في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: يواطئ اسمه اسمه، صدق عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا معرفة ما هو معنى المواطأة لكي نعلم معنى الحديث يواطئ اسمه اسمه، فإذا فتحنا معجم اللغة العربية سنجد أن معنى التواطؤ هو التوافق وليس التطابق، لأنه وللأسف الشديد ومن بعد الاتفاق من أغلب علماء السنة والشيعة على أن اسم الإمام المهدي هو سيكون محمد بناء على حديث يواطئ اسمه اسمي، لكننا نجد أنهم قد أخطأوا في تفسير كلمة التواطؤ، لأن كلمة التواطؤ تعني التوافق وليس التطابق، وإنما الشيء لا يواطئ نفسه. ونضرب لكم على ذلك مثلا يا أصحاب اللغة العربية، فلو قلنا تواطأ أحمد وزيد على قتل عمرو، فذلك يعني أنهم توافقوا على قتل عمرو وليس تطابقوا على قتل عمرو. لو قلنا في مثل آخر تواطأت الدول الغربية على ضرب المسلمين، فهل هذا يعني أنهم توافقوا على ضرب المسلمين أم أنهم تطابقوا على ضرب المسلمين؟ والجواب من كل إنسان عاقل هو أنهم توافقوا على ضرب المسلمين. فلما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواطئ اسمه اسمي، فهو يقصد أن اسم الإمام المهدي يوافق اسمه وليس يطابق اسمه، فالشيء لا يواطئ نفسه. ولذلك فقد ابتعث الله الإمام المهدي ليكون ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو الناس إلى ما دعاهم إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو الناس إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله الحق التي لا تخالف محكم كتاب الله في شيء. فقد جعل الله في اسمه خبره وعنوان أمره، فقد ابتعثه الله ناصر محمد، فلم يبتعثه الله بدين جديد ولا وحي جديد ولا حرف واحد جديد، بل ابتعثه الله ليدعو الناس إلى ما دعاهم إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون ناصر محمد. السؤال الذي يطرح نفسه إلى كل مسلم: فهل نحن ننتظر نبيا جديدا أم رسولا جديدا، أم ننتظر إمام عدل ذو قول فصل وما هو بالهزل ويدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الزمن الذي عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فيكون ناصر لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب: فهل تنتظرون أي شخص يكون ليس بناصر محمد؟ وإذا كنا مسلمين حقا سنفقه الخبر وحقيقة الأمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يشير فيه لأمته ويقول أن الإمام المهدي سيأتي ناصر لي وسيأتي داع إلى ما دعوت إليه. فهل فهمنا الخبر وفقهنا حقيقة الأمر؟ وعلى كل حال، فقد انقضت الحكمة من حديث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإشارة لاسم الإمام المهدي، فقد جعله الله مواطئا لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتعث الله ناصر محمد ليكون ناصر لدين الله ويدعو لدين الله، ويكون أنصارهم أنصار محمد رسول الله كما كان صحابة محمد رسول الله. فلنكن جميعا من أنصار ناصر محمد اليماني. وقال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، صدق الله العظيم.